صدم التسجيلوي باركت له بعد فوزه في حفل نيكولوديان. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام الفنان السلاوي بالأمس بنشر بوست جديد على صفحته بالإنستغرام بعد فوزه في حفل نيكولوديان بجائزة أفضل فنان، وكل شلة دبي باركت للفنان السلاوي فوزه، من بينهم غيت مروان، لانا ولين، نور ستارز، كمان برهوم معراوي، وكمان أنا صالة، رغدك يوم جيان. أيضا الفنان نشر ستوري اليوم بعد حفل نيكولوديان وكان كتير مبسوط. نمر إلى قمر الطائي اللي قامت بنشر بوست جديد امبارح، كانت عم تحتفل بوصولها إلى 5 مليون على الإنستغرام. ألف مبروك لقمر بهذا الإنجاز. هاي الأضوية مال الحلوة علاوي حبيب قلب أبو حسين. يقول الشاعر خاص متغير فهذا